حياكم الله أعزائنا المشاهدين يا عمار بيت القصيد إلى هذا العدد الجديد. مرة أخرى نذهب إلى سوريا، سوريا الجميلة بأهلها بتاريخها والتي ستبقى كذلك دائما، سوريا التي خرجت العديد من الشعراء والأدباء الذين حملوا هم هذه اللغة وقدموها على طبق من نور إلى الأجيال حتى تعي هذه الأجيال جيداً أن لها تاريخاً وحضارة. في هذا العدد يسعدنا أن نستضيف من سوريا الشاعرة ريمان ياسين. أهلاً بك أستاذة ريمان، وحللت أهلاً ونزلت سهلاً على بيت القصيد. أهلاً بك أستاذ مصطفى، وأهلاً بجميع متابعين هذا البرنامج الجميل، وتحية لجميع المشاهدين و جميع القائمين والعاملين في قناة الرافدين العزيزة. نشكرك على تشريفك لنا في هذه الحلقة. البداية ريمان، دعينا نتحدث عن الشعر كحالة شعورية. هناك من الشعراء من يحاول أن يقول أن هناك طقوسا معينة تفرض عليه قبل الكتابة، وهناك من بإمكانه أن يكتب جملة من القصائد خلال أسبوع واحد. كيف يحدث هذا؟ أستاذي، الشاعر نفسه قد يكتب جملة من القصائد خلال أسبوع واحد، وقد يكون بحاجة لاستحضار طقوس معينة في بعض الأحيان إذا لم يكن الإلهام متواجداً لديه. نعم. الشعر حالة مزاجية جداً. الشاعر شاعر في كل لحظاته، في كل كلماته حتى العفوية منها. تراه أحياناً يقول جملة عادية فيشعر بأنها قد خرجت شعراً أو خرجت موزونة فيسعى لتدوينها، وقد تجده في بعض الأحيان يحاول قراءة قصائد الآخرين وسماع ألحانهم حتى يستحضر الإلهام. حينما نتحدث عن فكرة العراب في الشعر أو الأستاذ أو القدوة أو الشاعر المفضل، لابد أن هناك العديد من الشعراء الذين تركوا بصمة في تجربة ريمان ياسين. منهم؟ اسمح لي أن أكون متطرفة. تفضل. في اختيار شاعري المفضل. المتنبي. جميل، هذا من التطرف الإيجابي والحميد. نعم. إذا كان في التطرف إيجابي. نعم، لنقل أنني أمضيت 15 عاماً أقرأ فقط المتنبي مع باقي الشعراء طبعاً، ولكن تسحرني قصائده، يسحرني نفسه الشعري. لكن المتنبي في نفس ريمان كان له ميزة خاصة. نعم. وحضور طاغي. نعم. على غيره من الشعراء. نعم، حتى أستطيع تمييز أبياته، تمييز حروفه، حتى لو لم أكن قد سمعتها قبل. نعم. أن أعرف أن هذا البيت للمتنبي. ولماذا المتنبي بالذات؟ هي الأرواح تتآلف. قلت ذات مرة في العصر العباسي من الظلم بمكان أن نقول المتنبي كان شاعرا في العصر العباسي، وإنما هناك عصران في عصر واحد، العصر العباسي وعصر المتنبي. هل تقاسمينني ذات الرؤية؟ طبعا المتنبي ظلم وجوده الكثيرين من شعراء العصر العباسي. نعم. الذين لو كانوا في عصر آخر أو كانوا في العصر العباسي دون وجود المتنبي لربما أخذوا حقهم ومجدهم أكثر. لذلك من العدل تصنيف عصر للمتنبي وعصر عباسي لننصف باقي الشعراء. جميل. حتى ننصف الآن بعد إنصاف بقية الشعراء الذين كانوا في زمن المتنبي، دعينا ننصف أسماء المشاهدين في نص يكون باكورة هذه الأمسية الجميلة بحضورك. إلى القصيدة الأولى، تفضل. اخترت أن أقول قصيدتي الأولى للشام وأسميتها شام الهوى. إلى شام الهوى. يا شام سين للقاء وسوف، لا تسأليني عن متى أو كيف، بل ألهميني في الموسيقى سلما لا ينتهي مهما أطلت العزف، لحنا مجيدا سرمديا شامخا يحيي ضميرا للنيام وسيفا. لحنا مجيدا سرمديا شامخا يحيي ضميرا للنيام وسيفا. في شرع ميزان الهوى قيس الهوى، فالكون نصف وهي تعدل نصفا. الله. وحلمت فيها تستغيث جريحة، فمددت كفي كي ألامس كفا.
أوشكت أمسك معصما فتباعدت شبحا سرابا خلتها أو طيفا وصحوت أشكو لليالي حسرتي عجزي وقلة حيلتي والضعف. الله. عطفا على الأحلام لي من واقعي أضغاث جرح يعتريني نزفا أبحرت في يم الأماني راجيا والريح تعصف في شراعي عصفا قلبي كقبطان ضليع سابر غور المحيط فلا يلاقي خوفا يهدى إلى بر الأمان بأنجم قبست من الأوطان نورا صرفا وهلاله في كل شهر ناقص لم يكتمل إذ لم يلاقي إلفا الله. رددت عشقا اسمها وكأنني أفدي بكل الأبجدية حرفا وبحثت عن أشباهها في غربتي لا 40 كمثلها بل ألفا حينا أطالع وجهها بين الورى فيضمني وأغض حينا طرفا في خافقي جيش المشاعر حاشد صفا من الأشواق يتلو صفا ألقاه عزلاء السلاح ودمعتي درعي الوحيد فلا أطيق القصف الله. وأناشد الصبر الجميل لعله يأتي على الصب المعنى ضيفا ألقاه مرة ثانية ألقاه عزلاء السلاح ودمعتي درعي الوحيد فلا أطيق القصف وأناشد الصبر الجميل لعله يأتي على الصب المعنى ضيفا آهن على شام الهوى شامي أنا الله. عجزت لغات الكون عنها وصفا شامي التي سكنت فسيح بصيرتي أمضي إليها أو ألاقي حتفا وهكذا المجروح في أحلامه مثل الفلسطيني يتبع حيفا الله. الأجمل من الحضور الجميل في إلقائك أن القافية كانت مفتوحة وكانت ربيعية وفيها من الأمل ما فيه. قافية النصب عادة تمنح الشاعر الحرية، هل تتفقين مع أصحاب هذا الطرح يا ريما؟ القافية مهمة بمكان. القافية تحدد شعور النصب. نعم. فأنت إن كنت حزينا تلجأ إلى القاف. القاف تعبر عن غصة في الصدر. إن كنت تريد الغزل مثلا تلجأ إلى اللام. الله. والميم. والنون. الياء لها قصة أخرى. الياء حاضرة في جميع المشاعر. لها أثر نفسي عميق. فكذلك طبعا أنا لا أستطيع أن أذكر الفراق وأضع له قافية لا تناسبه أو لا أستطيع أن أذكر الغزل وأضع القافية قاف. فمثلا عندما يقول عندما يختار الشاعر عندما قال ابن زيدون إني ذكرتك بالزهراء مشتاقة والأفق طلق ووجه الأرض قد راق كان يعبر بحزن عن غياب محبوبته الله. فاختار القاف لتعبر عن قصته. والفاء هنا كما قلت هي عندما نقول حرف الفاء كأننا أخذنا نفسا تعطي هذا النفس للكلام فتقول القافية وتصمت قليلا الله. لتتغلغل في النفس. جميل هذا التخريج الذكي وفيه من دعيني أسميه يعني علم النفس اللغوي فيما يتعلق بأذن المستمع أليس تمام. كذلك لكن هناك من يكتب ويقول نحن يعني نترك للقافية أن تختار نفسها وأظن أن هامشا كبيرا من الصواب ربما يصطف إلى جانب أصحاب هذا الرأي
هي إذا كان الشاعر قديرا فهي ستخرج نفسها صحيحة. هذه إجابة أيضا فيها من الذكاء ما فيها. دعينا نتحدث الآن عن روح النص الذي قمت به أو ألقيته يا ريمان، وأنت تتحدثين عن الشام، مزجت ما بين الذكريات وما بين الرؤية الذاتية. هل أنت تحاولين أن تسقطي ذاتيتك على مشهد وطن كامل، أم تريدين للوطن أن يعترف بذاتك؟ ما الذي تريدينه بالضبط هنا؟ أنا هنا شخصت الوطن، فتخيلته شخصا، نعم، وخاطبته. فإذا كنت أريد أن أصل بكلامي إلى المتكلم، يجب أن تكون أنت، يجب أن يكون الملقي والمتلقي من نفس الجنس. نعم. فإما أن ألقي بذاتي على الوطن، أو أدع الوطن يلقي بذاته علي لأستطيع التخاطب معه. جميل. الآن نريد أن نتحدث عن مسألة ثانية، وهي القصيدة القادمة التي ستلقيها ريمان. وقبل أن ندلف ونذهب إلى القصيدة، نريد منك أن نتعرف على سر كتابة هذه القصيدة، أو لماذا وكيف جاءت القصيدة القادمة. ليس قصيدة سورية، انتهينا منها، نتحدث عن القصيدة الجديدة ومناسبتها طبعا. القصيدة التالية التي سأقولها أردت أن أجرب بها بحرا جديدا لأول مرة، هو البحر المجتث. فالبحر المجتث، ظننتك ستقولين أنك ألفت بحرا، لذلك فوجئت. ما هو لا. هذا البحر الجديد إلى المجتث إذن؟ بحرا جديدا علي. فقلت حتى أستطيع أن أوفق التفعيلات القصيرة لهذا البحر. نعم. فقلت فيها، تفضلي. يا ساكن الحركات، دع عنك كل سبات، هاك الخطوب تتالت وأنت في الموبقات. رحا تدور علينا أطفالنا طاحنات، تمزق القلب قهرا تغتالنا في أنات. أنندب الحرب حظا ونذرف العبرات، نكيل لليأس عذرا نفوه بالترهات، ونشهق الذل بؤسا فنزفر الحارقات. ونشهق الذل بؤسا فنزفر الحارقات. تخاذل بات فينا يجتاح كل ذواتي، يمتد من ماضينا ينبي بما هو آتي. في البئر نرمي حقوقا ونتهم الضاريات، من ثم ندعو قميصا يعالج الباصرات، فهل عجيب إذا ما نباع كالجاريات. في عقر دار عدو بأعين حادقات، يرسم الحد زورا ويزرع القاضيات. الله. فيستبيح دماء زكية طاهرات، أخي إن ترابا كالتبر في الجنات. الله. أخي إن ترابا كالتبر في الجنات، قد ضاع حق فيه كما تضيع حياتي. ناديت هلا رجالا تجيء بالمعجزات، تقيم للحق صرحا وتقلب الطاولات، تقال فيهم وصوف من سورة العاديات. الله. فيشعلون سعيرا على ضفاف مماتي، ويشترون جنانا نخيلها باسقاتي، فيها البطولة ثوب مرصع بثباتي، قد حيك بالمجد للسابقين والسابقات. كفى سنينا عجافا، والله كفى سنينا عجافا، اليوم للمعصرات. فإن حملت سلاحا نيراننا للطغاة، وإن سللت يا راعى دماؤنا في الدوات. فلتصنع النصر حتى يأتيك عن قاصدات، ولا تقاعس بتاتا فتلك شر الصفات. قم خذ تحرك وقاوم، فز عش بمبدأ في الحياة. قم
خذ تحرك وقاوم فز عش بمبدأ في الحياة. انتهت؟ انتهت. جميل. أنا هنا عجبني استحضار أو مطابقة ومشابهة مع بيت لي المتنبي الذي يقول فيه لا أحفظه جدا لكن فيه زد هش بش. نعم هو بيت من أفعال الأمر. أفعال الأمر طبعا. جميل جدا. الآن سنتحدث عن فكرة الوطن القصيدة يا ريما. نعم. ماذا يمثل لك الوطن حينما يحضر في عمق قصيدة؟ وهل تعدين القصيدة وطنا أيضا؟ قلت مرة في مقطع نثري عن الوطن: كل أنثى فيه أمي، كل طفل فيه ابني، وكل حجر شاهدة قبر لشهيد. فلو أني أحمل قاسيون عكازا وألف بردا وشاحا ومن الياسمين كفن للراحلين. الوطن هو نحن، هو الجزيئات الصغيرة في نفوسنا، هو التفاصيل التي عندما نكون في الوطن تمر علينا مرور الكرام ثم نستحضرها في الغربة جبالا شاهقة من الحنين. نعم أحسنت. الآن سنذهب لنستمع أنا وأنت والسادة المشاهدون لقصيدة لأحد الشعراء نروح فيها عن أنفسنا قليلا ريثما نعود لك ونستمع إلى المزيد من قصائدك. ما رأيك؟ هل تذهبين معنا؟ بكل سرور. إذن أعزائنا المشاهدين نخرج الآن إلى فقرة قصيدة للوطن وأحد الشعراء، نستمع إلى قصيدته بصوته وصورته ومن ثم نواصل مع ريمان. ابقوا معنا. بملعقة من القلق المحلى، بملعقة من القلق المحلى، أحرك في دمي ضجرا مملا على نهر الكلام، فتحت جرحي ورحت أراوغ المعنى المضلا، وبوصلة الشعور تقود نصي إلى ما قل من وجعي ودلا، تشوهني الطوال من القوافي، فوجهي يشبه الكلمة الأقل، ووجهي همس عراف قديم تأمل في المدى حتى تملى، ووجهي خطفة الإلهام ألقى بها ملك على الدنيا وولى. أنا المعنى الذي جمع المعاني إماما ثم قام بها وصلى. أنا المعنى الذي جمع المعاني إماما ثم قام بها وصلى. أقطر نيتي عسلا مصفا وإن هي خولطت عسلا وخلى، فأحلو كلما المعنى وأخلو كلما المعنى تخلى. يشق الصاعق الغيبي روحي ويمحوني، وفي الكلمات أجلى لي المسرى، ولي جبريل شوق على أطراف حنجرتي تدلى، ولي درج النبوءة يرتقي بي إلى أن أقطف الوحي المعلى، ولي حجر الصراحة حين يقسو، ولي قمر المجاز إذا تجلى، ولي خلق على الأيام، ولي خلق على الأيام يكفي لأكتب عن مآسيها سجلا، ولي قزح وحيدا في الأعالي هناك بحسن صورته تسلى، ولي دور الأمير ولا أمير ولكن القصيدة سندريلا، ولي قزح وحيدا في الأعالي هناك بحسن صورته تسلى، ولي دور الأمير ولا أمير ولكن القصيدة سندريلا.
عبرت على أناي، عبرت على أناي عبور طيف يكاد ولم يكد حتى اضمحل. أنا بعض من الإنسان، أجري وراء بقيتي لأصير كلا، فلم أبرح أهيم بكل واد وأزعم أنني من أهلي إلا. فلم عبرت على أنايا، عبرت على أنايا عبور طيف يكاد ولم يكد حتى اضمحلا. أنا بعض من الإنسان، أجري وراء بقيتي لأصير كلا، فلم أبرح أهيم بكل واد وأزعم أنني من أهلي إلا. من الخطو القويم يجيء نثري، ويأتي الشعر خطوا مستزلا. مراياي الجهات، فحيث أرنو ألم بها من الأشياء ظلا. إذا ما روح أسلافي تمطت بأعماقي، رأيت السف احتلا. أربي فكرتي في حوض ورد لتفقس نرجسا وتبيض فلا. أهلا بكم مجددا أعزائنا المشاهدين، بعد أن استمعنا إلى هذه القصيدة من شاعر مبدع ورائع، هنا في الاستوديو لدينا أيضا شاعرة لا تقل روعة عن الشاعر الذي استمعنا إليه قبل قليل. لا تقولي إن مثل هذا النوع من القصائد لا يعجبك، لكن أريد أن أتحدث عن فكرة ثانية. يقال خصوصا في زماننا قليل من الشعراء من يحبون بعضهم، لماذا هذه الصورة تطغى في المشهد الشعري يا ريمان؟ أم أن السؤال فيه الكثير من التحامل ربما؟ لا طبعا السؤال فيه الكثير من التحامل والله، وأنا تفاجأت بهذه المقولة أن كثير من الشعراء لا يحبون بعضهم. هذه صراحة أول مرة أسمع بشيء كهذا. الشاعر اللغة واسعة. كيف ينبغي أن يكون هذا الشاعر بمكوناته، بلغته، بمعاملاته، بأدابه وأخلاقه؟ الصورة المثالية في نفس ريمان عن هذا الشاعر كيف يجب أن يكون؟ الشاعر نبي، ربما لتأثر بالمتنبي. الشاعر نبي في عصره، وقد كرم الله تعالى الشعراء بسورة، بآية في القرآن وسورة. وإن كان الذكر في دقيق اللفظ والشعراء يتبعهم الغاوون، إلا أنهم متبعون. الشاعر متبع، فالشاعر نبي. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان له شاعره حسان، سيدنا حسان بن ثابت رضي الله عنه. فالشاعر يحمل رسالة، ولا ينبغي له أن يحمل مشاعر سلبية في داخله، مشاعر سلبية تجاه أصدقائه أو تجاه زملائه. طيب حينما نتحدث نحن عن قضية حضارية، عن فكرة من خلالها نسعى لنصرة الإنسانية، الشعراء الذين يعزلون أنفسهم ويجعلون أنفسهم بمعزل عن هذه الإنسانية وعما يدور في بلادهم أو في الظروف المحيطة من حولهم، وتجدينهم منفصلين ذاتيا ولديهم حالة من الانفصام، هؤلاء كيف سيدونون أسماءهم في التاريخ باعتقادك؟ أصل السؤال أستاذي على من نطلق اسم شاعر؟ نعم. فهؤلاء لا تجوز تسميتهم شعراء. لقب شاعر لقب كبير. الذين لا يسخرون أنفسهم لقضية. إنه كلمة شاعر هي استحقاق. كيف تأخذ كلمة مهندس أو كلمة طبيب؟ فأنت بحاجة إلى شهادة وبحاجة إلى دراسة وإلى امتحانات. الشاعر قبل أن يقال فلان شاعر، يجب أن يستحق هذا اللقب بجدارة، وذلك لا يكون دون رسالة. فمن ينأى بنفسه عن قضيته وعن أمته، أن يكون على قدر ما يكتب ويدعو إليه. تماماً يعني. تماماً. هل ترين أنت في هذا الزمن الذي نعيش أن مثل هذا النوع من الشعراء لا يزال متوفراً، وفيه من الوفرة ما فيها الشعراء الذين يحملون قضايا إنسانية، قضايا وطنية،
قضايا جمعية تجمع الكل أم أنهم فقط يسعون إلى مجد وترف شخصي؟ بصراحة بصراحة أستاذي، أي إنسان في فطرته مجبول على حب الشهرة والمجد لا، هذا موضوع آخر تماماً. نحن متفقان عليه. فنحن عندما نجد شخصاً وصل لمركز رفيع لكونه شاعراً، لا نستطيع أن نتهمه أنه يسعى لمجد شخصي. نعم. وما لنا ببواطن الناس؟ إن كان يحقق غاية، وإن كان شعره رائعاً ويستنهض همماً ويعالج قضايا، جميل، له من نيته ما يشاء. نعم. المهم أن يكون شعره محفزاً لغيره، غير تماماً. منفصل عن واقعه وبيئته والناس تماماً. الذين يتعايش معه. ودواخل الإنسان إن كان له، إن كان يفعل ذلك لغاية في نفسه يحاسبه الله. إلى نص جديد يحاسبك عليه المشاهدون. هو إلى أمي. تفضل. ستحاسبك عليه أمك قبلهم إذا. نعم. إلى أمي حروفي قبل وردي، تكيل الحب من وجد لوجدي. الله. وإن أهدي إليها كل حرف تلاه الكون لا كلمات تسدي. الله. لذا سأقيس بالأفعال حبي، وأثبت في هواها صدق وعدي، وأعلن في تمام رضاي أني فدى العينين من مهدي للحدي. فليت ابن الملوح قام حيا، لأبدي في الهوى ما ليس يبدي. الله. أعيش نوائب الدنيا يقينا، وأقضي جل عمري في التحدي. مجددا، فليت ابن الملوح قام، فليت ابن الملوح قام حيا، لأبدي في الهوى ما ليس يبدي. أعيش نوائب الدنيا يقينا، وأقضي جل عمري في التحدي. الله الله. فيحلو حين ترضى كل مر، يهون الصعب أنسى كل جهدي، وتغمرني بفيض من دعاها، فأغمرها بلثم يد وخدي. تباعدنا بقطع الحبل لكن تواصلنا سواه حبال ودي. تباعدنا بقطع الحبل لكن تواصلنا سواه حبال ودي. فأعثر في الضياع على هداها، كما تجد الحمامة غصن رندي. الله الله. إذا غم بدا في وجه أمي، سيظلم عالمي من كل بدي. وإن طرفت عيون ذات دمع، فموتي والحياة سواء عندي. سأجعل فضلها في البر تاجي، سواري خاتمي قرطي وعقدي. ولا أخشى برود العمر قهرا، فحضن الأم يدفئ كل بردي، وتسمو الروح في طرب وأنس، كأن الكون مجموع بفردي. أخال الشمس تشرق في يميني، وبدر في شمالي يا لسعدي. فكيف نأيت عن أقدام أمي، وعند مداسها جنات خلدي؟ فكيف نأيت عن أقدام أمي، وعند مداسها جنات خلدي؟ الله. أصوغ الدمع شعرا، ثم أتلو صلاة البر نذرا طول عهدي، وأودعها لديك أيا إلهي، فهبها الخير دوما دون حدي. كذا اجمعني بها جمعا عجالا، لأروي مر أيامي بشهدي. لأروي مر أيامي بشهدي. جعل الله حياتك وحياة أمك وكل أمهاتنا شهدا في شهد. يا رمال، لابد الآن أن نخرج إلى فاصل قصير، بعده نعود لاستكمال ما تبقى في جعبتك من نصوص مزهرة. إذن أعزائنا، مضطرون الآن لنخرج إلى فاصل قصير، بعده نواصل بقية هذه الحلقة من بيت القصيد. ابقوا معنا.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من تواصل دوت كوم. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من طاولة الحوار والتي سنتحدث فيها مسألة. أهلا بكم مجددا أعزائنا المشاهدين، ولا نزال مستمرين معكم في رحاب هذا العدد المتميز من بيت القصيد رفقة الشاعرة السورية ريمان ياسين. من أين في سوريا يا ريمان؟ من دمشق. من دمشق، هذه دمشق وهذه الكاس والراح إني أحب وبعض الحب ذبح، هذه لنزار. أنا الدمشقي ولو شرحتم جسدي لسال منه عناقيد وتفاح. هل تظنين أن هناك شبه إجماع على نزار؟ لا. لماذا؟ لأني رأيت الكثيرين ممن لا يستهويهم شعر نزار. من المؤكد أنهم سوريون. هل هي غيرة أبناء البلد الواحد؟ لا طبعا أكيد ليست. ماذا غيرة. ستكون إذا؟ أستاذي القامة أو الصرح لا نغار منها. يعني لو كنت أنا في زمن نزار أو أي شاعر مجايل لنزار يحق له الغيرة، أما في هذا الزمان لا يحق لنا أن نغار من قامات شامخة في زمن مضى. نعم، ولكن هي آراء. هي آراء لأصحابها. معظم المحتشدين ضد نزار يعيبون عليه التفعيلة والكسور في الأوزان. الكسور؟ نعم، عندما يكتب التفعيلة يكون هناك يستعمل جوازات، الكثير من الجوازات. الجوازات هي جوازات لا كسور، وطالما أنها جوازات واعتمدت واعتمدها العرب فهي جائزة. خذينا إلى جائزة جديدة على هيئة قصيدة. ماذا ستقرئين علينا الآن يا ريمان؟ غزال جريح. إلى غزالك الجريح، لعلك تطببينه بكلماتك إذن. فؤادي غزال جريح ومسك الجراح يفوح، وقفت بباب المنايا أطارد عمرا يصيح. الله. فأكتب للعمر عزما وما لي بنعي طموح، وأغلق للضيق بابا وألفا عسى أستريح. على محراب طموحي ذبيح هواي ذبيح، وأمضي إليه عزيزا وليس لدربي جنوح، أروم مقاما رفيعا وطالب مجد لحوح. إذا كان مجدك نارا فسعيك للنار ريح. الله. وإن ليل ظلم طويل ففجر بعدل يلوح، وإن كان للشر صرح فللصالحين صروح. تضيق القبور بنذل وقبر الكريم فسيح، سأرمي بدلو الأماني وبئر العطايا شحيح. سأرمي بدلو الأماني وبئر العطايا شحيح، أعلل نفسي بغنم وبشراي وجه صبوح، يبشر خيرا كثيرا إذا ما أتى لا يروح، بدار التفاؤل حتما جدار ليأس يطيح. أصبت بسهم التجني وسهم التجني قبيح، يغادر جسما سليما وما منه تسلم روح. ففي الجسم تشفى جروح وفي الروح تبقى الجروح، فإن كان دائي عصيا دوائي يراع جموح، وصحبة ناي شجي بآه الحنايا ينوح، فيغزو المآقي بلحن وليس لدمع نزوح. الله. أعتق في القلب شعري وكأس القصيد نضوح، براح يمارس صحوا لعقلي لا يستبيح، وبعض المحبة صمت وبعض المحبة بوح، صلبت بجذع القوافي فهلا شفاني المسيح. فهلا شفاني المسيح، هذا الاستحضار القرآني للمعجزة التي منحها الله تعالى لعيسى بن مريم، أنه يبرئ الأكمه والأبرص إلى آخره.
ولذلك أنت تطلبين من المسيح في هذه الأبيات أن يشفيك، وأيضا فيها إسقاط دلالة على تنقل الإنسان ما بين مختلف العصور، وكيف أن هذه المظلومية وهذه الجراح تبقى حاضرة في وجدانه وإن كانت شفيت من جسده. هذه الروح التي لا تزال مدماة، متى سيكتب لها الشفاء يا ريما؟ لن يكتب لها الشفاء. لماذا أنت محبطة هكذا؟ هو ليس إحباطا، ولكن التاريخ كتاب مفتوح، التاريخ واضح وصريح. نعم. الجراح تتتالى، فطوبى لمن عرف كيف يفرح مع الجرح. الله. ولم يجعل هذا الجرح يتحكم بحياته. مهمة عصية على كثيرين أن يفرحوا رغم جراحهم. للأسف نعم، هي مهمة عصية، ولكن الإصرار والقناعة ومعرفة أن تقبل الواقع بخيره وبشره والنظر إلى النصف المليء من الكأس هو ما يساعد الجميع. أنت مع فكرة تقبل الواقع على ما هو عليه أم الاستقواء على الواقع؟ يجب أن تتقبل واقعك لتسلم به وتبدأ بتغييره، فإذا كنت رافضاً للواقع الذي أنت فيه كيف ستغيره؟ نعم، يعني مجرد رفض الواقع السيء فيه من القوة ما يمنح الإنسان تماماً أن يغير ويجدد. تماماً. جميل، إلى قصيدة جديدة الآن من خلالها نجدد. بالمناسبة قبل الذهاب إلى القصيدة لك أن تمسكي بين يديك، ولكن أرى أنك تتنقلين ما بين البحور، هل هي تأتي طوعاً هكذا أم تقررين مسبقاً أنني سأكتب القصيدة على بحر كذا؟ معروف عني أنني أحب التخميس أكثر. نعم. من كتابة القصائد. كانت هذه مفاجأة، أنا تركتها إلى نهاية الحلقة، ولكن نعم. الجيد أنك أثرتها الآن، ولكن ليس الآن، في نهاية الحلقة سنأخذ منك مقطوعة من شعر التخميس، ومن خلالها توضحين للسادة المشاهدين ما هو التخميس، ولكن دعينا نذهب الآن إلى هذه القصيدة. عرفت نعم. ما يتعلق بموضوع البحور. أوكي. أنها تفرض تماما ذاتها عليك، تفضلي. يا صاحب اليأس، هي تناسب ما كنا الآن نتحدث. نعم. يا صاحب اليأس، لا تعليل لليأس، اسأل لقلبك بعض العزم والبأس، قل لن يصيبك إلا حكم خالقنا يبدل الحال عن صبح إذا تمسي. الله. يهمي من الشام دمع الحزن في يمن، بغداد تسمع آه الأم في القدس. يهوي من الشام. يهمي من الشام. يهمي من الشام. دمع الحزن في يمن، بغداد تسمع آه الأم في القدس. الله. يضمد الدهر جرح العرب معتذرا، ما أشبه اليوم بالأهوال في الأمس. كم عاقل أمسك الدمعات في مؤق، وأعمل العقل يبغي عبرة الدرس، وغافل شرعه الإحباط في غده، يحيا بلا هدف يصبو إلى الرمس. فالحر حر ولو في القيد معصمه، والصاغرون يرون الكون كالحبس. هك الدليل من التاريخ يطربنا بذكر شهم يسمى عنتر العبس. الله الله الله، هك الدليل من التاريخ يطربنا بذكر شهم يسمى عنتر العبس. يا طالب الفوز بالدارين من عدم، بئس الثمين إذا تشريه بالبخس. الله. لا تحسب العمر دار السعد، بل فتنا تأتي النفوس على ريب من الحدس. ولا تكن كرعاع القوم إذ هربوا، ضموا بجريهم ساقا إلى رأسي. طوبى لمن يصنع الآمال من ألم، ويقرأ الحظ في تعويذة النحس. يذلل الهم إن جار الزمان به، ويشحذ العزم والإخلاص في النفس. يناظر المجد في عليائه ألقا كساكن الأرض إذ يصبو إلى الشمس. يناظر المجد في عليائه ألقا كساكن الأرض إذ يصبو إلى الشمس،
ينال بالجد ما استعصى لرفعته، فيذهل الكون من جن ومن إنس. ذاك الذي خلدت فينا مناقبه، وما سواه يظل التائه المنسي. أدعو الإله يقينا دائما أبدا، تطهر الدعوات الروح من رجسي. ولا توانى إذا غابت إجابته، أعوذ بالله من شك ومن لبسي. غدا ستأتي لك الأفراح خالصة، تزهو كحسناء في طرحة العرس. فالكون في عجب سبحان خالقه، يخبئ الخير للإنسان في البؤس. يخبئ الخير للإنسان في البؤس. إذن الإنسان عليه أن لا يفقد الأمل ويتحلى بالصبر، فهو لا يعلم متى ستفرج بعدما استحكمت حلقاتها. الآن حدثينا قليلا عن فن التخميس، قبل أن نذهب إلى فقرة طبعا من فقرات التخميس أنت كتبتها. التخميس هو أن تقول ما في قلب الشاعر. يقولون لك المعنى في قلب الشاعر. نعم. التخميس هو هذا المعنى الذي في قلب الشاعر، أنت تأتي به وتقوله في ثلاثة أشطر قبل البيت الأساسي الذي كتبه الشاعر. نعم. فتوضح ما أضمره وتفيض بما كان في قلبه. تمام. نعم. هذا هو التخميس من وجهة نظر وجدانية وعاطفية. نعم. ولكن إذا أردنا أن ندل جمهور الشعر من محبين وذواقين وبعض كتاب الشعر أيضا إلى الطريقة، أعطنا الطريقة. الطريقة أي بيت شعر مؤلف من شطرين. نعم. نأتي بالشطر الأول وننظم ثلاثة أشطر على نفس وزن وقافية الشطر الأول. نعم. إذن الآن قافية العروض للبيت أصبحت مهمة، لأننا سنأتي بثلاثة أبيات بثلاثة أشطر ونضيفها، فيصبح لدينا مقطعا مؤلفا من خمسة أبيات. ممتاز. الأربعة الأولى لها نفس القافية، ثم البيت الأخير الذي يبقى على حاله بقافية القصيدة كاملة. وهو البيت أصلا يرد إلى الشاعر قائله. طبعا هو البيت يرد إلى الشاعر، فتصبح القصيدة مؤلفة من مقاطع. في هذه الطريقة الفنية وهي فن التخميس، هل يضع المخمس أو الكاتب الذي يكتب وفق هذه الطريقة يضع البيت الأول ما بين معترضتين أو نعم. قوسين؟ يفضل أن يضع البيت ما بين معترضتين. نعم. وأن يقول، مجرد أن تقول أنه تخميس فأنت أشرت ضمنيا إلى أن الثلاثة أشطر الأولى فقط لك، ولكن من الواجب عليه أن يقول نعم. هذا تخميس على بيت للشاعر فلان طبعا مثلا. طبعا نعم. هذا واجب وفرض أيضا. خذينا إلى إحدى الفقرات التي كتبتها مخمسة على بيت من الشعر لأحد الشعراء الكبار. أنت تحدثت عن المتنبي أعتقد في بداية الحلقة. خمست لي الكثير من الشعراء، ولكن أغلب التخميسات نعم هي للمتنبي. خذينا إلى إحداهن إذا. يقول المتنبي: ما نال أهل الجاهلية كلهم شعري، ولا سمعت بسحري بابل. وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. نعم. فقلت: الطيبون الصابرون أجلهم، والحاقدون يسوء قلبي غلهم. آهات صدري في القصيد محلهم، ما نال أهل الجاهلية كلهم شعري، ولا سمعت بسحري بابل. الله الله. والروح إن باءت بهم رابص، لنظمته شعرا كلحن راقص. يا زينها شيمي كتبر خالصي، وإذا أتتك مذمتي من ناقصي فهي الشهادة. فهي الشهادة لي بأني كامل. أكملي أم أنها انتهت؟ ها تخميس بيتين. تخميس بيتين. تخميس أيضا. إلى تخميسة ثالثة. يقول شاعر: أزف الفراق فهل أودع صامتا، أم أنت مصغ للعتاب فأعتب. يا سيدي في القلب جرح مثقل،
بالحب يلمسه الحنين فيسكب. يا سيدي والظلم غير محبب، أما وقد أرضاك فهو محبب. يا سيدي والظلم غير محبب، أما وقد أرضاك. كتبها الشاعر على لسان المتنبي يعاتب سيف الدولة. الله الله ما أجملها. الآن نريد تخميسة نختم بها هذه الحلقة يا ريمان، فماذا عساك قائلة؟ نقول هناك تخميس وهناك تسديس وهناك تسبيع. دعينا في التخميس، يعني التسديس سنفرد له لاحقا حلقة مستقلة إن شاء الله. تفضل. تخميس مما تحفظين أو مما تكتبين؟ أحفظ، ولكن فاجأتني بالسؤال. لا مشكلة، مفاجأة. مما تحفظين لا مشكلة. نعم، من قصيدة المتنبي وحر قلباه. تفضل. في بدايتها أقول: هذه القوافي وهذا البوح والكلم، الأمر فصل وأمري، القول فصل وأمري فيه منقسم. يا هادئا وبقلب الشوق محتدم، وحر قلباه ممن قلبه شبم، ومن بجسمي وحالي عنده سقم. ومن بجسمي وحالي عنده سقم. نسأل الله أن يبعد عنا وعنك وعن كل المسلمين جميع الأسقام. أستاذة ريمان، في الختام لابد من رسالة توجهينها إلى سوريا التي تحبينها، كيف تتخيلينها وكيف تحبينها؟ رسالة إلى البلد الذي أنت منه، ماذا عساك تقولين؟ الشام. أقول أربعة أبيات على لسان الشام. أنا شهقة الصبح المكلل بالندى، أنا ضحكة الأطفال رددها الصدى، أنا رعد بركان وثورة غيمة وطوفان بحر بالشموخ توحدا، أنا شامة المجد المرصع نقشها وللدهر عكاز عليه تسندا، أنا الشام إن تقطع وريدا بخافقي تجد منه فوح الياسمين ممجدا. تجد منه فوح الياسمين ممجدا. دامت الشام ودام هذا الياسمين. لعلنا نلتقي في قادم الحلقات. للأسف انتهى وقت هذه الحلقة. أستاذة ريمان ياسين من دمشق في سوريا، نتمنى على الأيام أن تكون كريمة بالقدر الذي يتيح لنا تكرار مثل هذه اللقاءات الجميلة. الشكر لك أستاذ مصطفى ولجميع الموجودين معنا وجميع المشاهدين، شرفني جدا وجودي معكم. شكرا جزيلا لك. شكرا. أعزائنا المشاهدين، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذا العدد من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. في الأسبوع القادم شكل جديد وشاعر جديد. ابقوا معنا في قادم المواعيد. إلى اللقاء.